بالخرطة احنا عرفنا كيف هذا الجزء الأول، واحنا حربنا خرطة ريت هروب احنا الحياة نمشي لنا ثلاثة تيدي من الصفحة. كون ما تنسوش لك ونشتغرك شرفتي سلعة صحبك عشان استمتعت في عمز زهر الدرس، اشتركوا في قناة بود جامز وتدعوا الخرطة في فلسطين. بس يلا بينا نبدأ على نور حمر ولايت مير طبعا، واللي حابب ابقى بس في الفيديوهات ولا حاجة يكتب لي التعليقات، بحب لي التعليقات كويس، وشكرا جدا على الدعم بتاع الأيام ديت، شكرا جدا. ويلا دلوقتي نحاول نحرم عن طريق انجلينا في أسرع وقت. يلا خد الفوز يا عم الحاج، كركي يبقى فكي وقع. ممتاز، هاخده بسرعة وفكوية وكالي حاجة مهمة السفكي. ممتاز، على طول كده أداة الإنجليبة وشكو حلو على كويس. ولقيت الكتاب، ممتاز. مش عارفه اقول ايه، عيط طبعا. خلينا ندور هنا بقى،
يلا بقى انجزي، اما تخلص هنرجع لكم. وفتحت المكان خلينا بقى دلوقتي خاصة رجعت لكم. أول حاجة طبعا هعملها هي إني أوصل حاجة. رقم واحد ممتاز. يلا فلان أخيرا. خلينا نجيب البنسة دي حالا وناخد الحبلوين. خلص
يلا عاوز تصير جيب البتاع المفتاح اللي بيبقى حلو. انا اجيبه هرجع لكم، ما جبتوش لحد دلوقتي. واجيب الشاكوش لو فرفور حاجة يبقى زي الفل. ياب دلوقتي هنرجع لك، رجعنا لك اهوت. هجيب السبيشال كي دوت، اروح افتحه خلانة. كويس يفتح. لحظة، ممكن يكون في اتكليت عند أكل الطيور. وأنا آسف عشان هربت عن طريق عربية، حطيت صورة إنجلينا، آسف والله. هترجع بقى تصور عادية دي حلوة بس خلينا نطلع دلوقتي نجيب أكل الطيور. قلتني هنا يلا بقى العز ويجي. المفتاح كده حركت عصا تيجي بس هنا. انزل وروح افتح اقفل. نزلت معقولة؟ يلا اخر المفتاح معايا. كويس الف علاحة تانية.
افتح ايه ده؟ فتح. هربت اخيرا، هربت هربت. ايه ده يا بيت؟ بتنزل هنا؟ ده محشور. وانتي بقى كل البنسة دي اشتركوا، كنت تشوف دي ساقة فعل الزرقرس واللايك والتعليق. هتشتركوا في قناة بديجي بزيادة دعم خوفة اللي فوفو ستيك.